بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع الاقتراحات من وضعيات وتمارين لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط، استعدادا لامتحانات الفصل الثالث. ومع هذا الموضوع المقترح، إذن الموضوع يتكون من تمرينين ووضعية إدماجية. نبدأ على بركة الله مع التمرين الأول. يقول: في حصة الأعمال المخبرية قام أسامة بتركيب دارة كهربائية كما هو مبين في المخطط المقابل. واحد: عند غلق القاطعة لم يحدث شيء، لماذا؟ إذن يقول في هذا السؤال: عندما قام بتركيب هذا النموذج وغلق القاطعة لم يشاهد لا توهج المصباح ولا القراءة على الأمبيرمتر، فما هو تفسير ذلك يا ترى؟ إذن فالذي نلاحظه من خلال المخطط ونستطيع أن نفسر به عدم توهج المصباح وعدم مرور التيار وعدم قراءة الأمبيرمتر، هو أن الصمام المستعمل كما نلاحظ في الصورة من خلال المخطط هو مركب في الدارة بشكل معكوس، بشكل مقلوب، يعني الجهة الموجبة للصمام، لأن الصمام مستقطب، يعني طرفيه متمايزين، ليس مثل المصباح متماثلين، فله مدخل موجب ومخرج سالب، فإذا ركبناه بطريقة مقلوبة أو معكوسة فإنه لا يسمح بمرور التيار. إذن هذا هو التفسير كما لخصناه هنا. إذن قلنا لم يحدث أي شيء عند غلق القاطعة لأن الصمام ركب بشكل معكوس في الدارة. نصحح الخطأ الإملائي. إذن نواصل بعد ما صححنا هذا الخطأ الإملائي. المطلب الثاني يقول: أعد رسم المخطط مع تصحيح الخطأ. إذن ننقل الرسم ونصحح الخطأ. إذن أبقينا المخطط على حاله، كل ما فعلناه هو أننا قمنا بتوصيل الصمام بطريقة عكسية لما ورد في السابق أو في التمرين. إذن عند غلق القاطعة في هذه الحالة يمر التيار، يتوهج المصباح ويقرأ الأمبيرمتر شدة التيار التي تمر في هذه الدارة. يقول: بعد حل المشكلة أشار جهاز الأمبيرمتر إلى التدريجة 80 على السلم 100 والعيار 20 ميلي أمبير. 3: أعطي قيمة شدة التيار الكهربائي أي. إذن في هذه الحالة شدة التيار التي يشير إليها الجهاز، نطبق العلاقة التي درسناها، الشدة تساوي القراءة في العيار على السلم. إذن نطبق عدديا، الشدة تساوي القراءة 80 العيار 20 على السلم مكون من 100 تدريجة. 80 في 20 على 100 يكون الناتج هو أن شدة التيار تساوي 16 ميلي أمبير. نحولها إلى الأمبير إن أردنا، نقسم 16 على 1000 نجد 0.016 أمبير. نمر إلى التمرين الثاني. يقول: نحقق التركيب الموضح في الشكل 2 المقابل، حيث التوتر E يساوي 6 فولت. E يساوي 6 فولت، وشدة التيار E تساوي 0.03 أمبير. المطلب الأول يقول: أحسب المقاومة الكهربائية R. إذن فقيمة المقاومة الكهربائية R كما درسنا، R يساوي U على E من قانون أوم. R يساوي U على E، أي التوتر المطبق بين طرفي المقاومة على شدة التيار التي تجتاز هذه المقاومة. المعطيات موجودة: التوتر 6، شدة التيار 0.3، 6 على 0.3 الناتج هو 200 أوم.
فالمطلب الثاني أعطي طريقة أخرى لمعرفة قيمة المقاومة الكهربائية. الطريقة الأخرى التي نعرف بها قيمة المقاومة R، إما هنا إذا كان يقصد القياس فنلجأ إلى القياس المباشر، لأن هذا الذي ورد في التمرين أو في هذا المخطط هو قياس غير مباشر، يعني نحن وصلنا إلى إيجاد القيمة من خلال علاقتها بشدة التيار وبالتوتر، إذن فهذا قياس غير مباشر. المقصود الآن القياس بالقياس المباشر، نعزل هذه المقاومة عن الدارة الكهربائية ونربط على طرفيها جهاز الأوم ماتر فنجد قيمتها، إذن هذه طريقة، أو بطريقة شفرة الألوان إذا كانت عليها شفرة الألوان، أما إذا لم تكن عليها شفرة الألوان فليس لنا خيار إلا استعمال الأوم متر. بعد ذلك، هل تتغير قيمة شدة التيار الكهربائي بتغير قيمة المقاومة الكهربائية؟ نعم، بطبيعة الحال المقاومة أصلا توضع في الدارة الكهربائية لهذا الغرض، بحيث كلما زادت قيمة المقاومة في الدارة الكهربائية كلما قلت شدة التيار الذي سيمر في هذه الدارة، أي عندما تتغير قيمة المقاومة R في الدارة الكهربائية تتغير معها شدة التيار عكسيا بالنسبة لقيمة المقاومة، أي كلما زادت قيمة المقاومة نقصت شدة التيار، والعكس صحيح، كلما قلت قيمة المقاومة في الدارة زادت شدة التيار، هذا من القانون السابق، قانون أوم. نمر إلى ما يسمى بالوضعية الإدماجية في هذا الموضوع. إليك الدارة الكهربائية التالية بمصباحين مربوطين على التفرع، إذن الصورة أو المخطط فيه مولد قوته المحركة هي E تساوي 12 فولت، أو E كما يسميها هنا تساوي 12 فولت، أسلاك توصيل قاطعة أمبير متر، ومصباحين مربوطين على التفرع، ولدينا أمبير متر مربوط على التسلسل مع المصباح الأول. يقول إليك الدارة الكهربائية التالية كذا، عند غلق القاطعة واحد ما هي قيمة التوتر بين طرفي المصباحين آل واحد وآل اثنين، برر إجابتك. إذن قيمة التوتر بين طرفي المصباحين آل واحد وآل اثنين في هذه الحالة هي نفسها قيمة التوتر بين طرفي المولد، أي E واحد تساوي E اثنين وتساوي ET وتساوي 12 فولت. برر لماذا، يعني على أي أساس قلنا هذا الكلام؟ لأن في الربط على التفرع التوتر يبقى ثابتا طبقا للقانون الذي ذكرناه ودرسناه. بعد ذلك استنتج إذا كانت شدة التيار الخاصة بالبطارية، يقول يعني الخارجة من المولد يقصد أو الداخلة إليه، هي E تساوي 2 أمبير، وشدة التيار المار في المصباح آل واحد هي E واحد تساوي 0.5. استنتج قيمة شدة التيار 2 المار في المصباح آل 2. إذن هنا شدة التيار المار في المصباح آل 2 كيف نستنتجها؟ في الربط على التفرع لدينا قانون الشدات يقول ET يساوي E1 زائد E2، أي الشدة الكلية تساوي مجموع الشدات الفرعية، ومنه نخلص إلى القانون الآتي، E2 يساوي ET ناقص E1، أي شدة التيار المارة في المصباح الثاني ما هي إلا الشدة الكلية المارة في الدارة ناقص شدة التيار التي مرت في المصباح الأول. التطبيق العددي، شدة الكلية 2 أمبير، الشدة الأولى 0.5، 2 ناقص 0.5 نجد 1.5، معنا في المصباح الثاني ستمر شدة قدرها 1.5 أمبير. بعد ذلك أحسب قيمة الاستطاعة الكهربائية للمولد. إذن استطاعة التحويل للمولد بتطبيق العلاقة P للمولد يساوي ET في ET، 12 في 2 يساوي 24
واط. إذا هذا بالنسبة لما ورد في هذه الوضعية. إذا أردنا أن ننتقد هذه الوضعية فهي ليست بمفهوم الإدماج بمعناه الحقيقي، لأن في الإدماج ينبغي أن يكون لدينا تركيب مجموعة من الموارد التي درسناها بشكل منفصل نوظفها هنا بشكل مركب. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما ورد في هذا الموضوع. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى مع حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.